شهد الكرام، للمزيد في هذا الشأن معنا عبر الهاتف من الأردن الدكتور صلاح العبادي الكاتب والمحلل السياسي. دكتور صلاح، ربما اتفاق بغداد عمان من حيث المبدأ على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لضبط الحدود بين البلدين، بالطبع هذا الاتفاق سيؤدي إلى تنسيق عسكري، هل تعتقد أنه هذا الاتفاق الذي سيؤدي إلى هذا التنسيق العسكري ربما يؤدي إلى تخوفات إسرائيلية، خاصة نحن نعرف موقف إسرائيل من العراق ومن قواته وتطويرها في المستقبل؟ يعني لابد من التأكيد على نقطة في غاية الأهمية، وهي الأهمية الاستراتيجية من زيارة وزير خارجية جمهورية العراق إبراهيم الجعفري إلى المملكة الأردنية الهاشمية. هذه الرسالة جاءت من هذه الزيارة جاءت من أجل إيصال عدة رسائل هي في غاية المهمة، أولها بأن هناك علاقة استراتيجية ما بين العراق والأردن، والحديث عن تشكيل لجنة هي في غاية الأهمية في الوقت الذي يعني جاء الحديث عن هذه اللجنة من أجل زيادة التعاون والتنسيق العسكري ما بين الأردن والعراق، في الوقت الذي كانت مقاتلات عسكرية عراقية تضرب جيوب داعش على أرض سوريا. وبالتالي هذا يأتي أيضا يعني في إطار العمليات العسكرية التي لابد والتعاون العسكري من أجل تعزيز الجبهة الأردنية العراقية، إذا ما أخذ بالاعتبار بأن هناك تخوفات أمنية على صعيد الشريط الحدودي ما بين الأردن والعراق جراء ما تقوم به القوات العراقية من محاربة تنظيم داعش الإرهابي. وبالتالي هذا لابد أن يكون هناك تعاون عسكري ما بين الجارتين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق من أجل صد أي عمليات تسلل لقوات داعش أو تنظيم داعش الإرهابي. وبالتالي لابد من زيادة التنسيق الأمني على هذا الصعيد. هناك نقطة أيضا هي مهمة، بأن خلال الأسابيع الماضية كان هناك العديد من الشاحنات التي تنقل بضائع أردنية إلى جمهورية العراق. هذه الشاحنات تسلك طريق صحراوي طويل ممتد ما بين الأردن والعراق، وبالتالي كان هناك العديد من الأخطار التي تهدد هذه الشاحنات في هذه الطريق من قبل العصابات الإرهابية وتنظيم داعش الإرهابي. وبالتالي كان لابد من وجود قوات عسكرية ترافق هذه الشاحنات من أجل تأمين الحماية. نعم دكتور صلاح، كل هذا مفهوم في ظل تغيرات موجودة وملحة، كل هذا مفهوم، ولكن التعاون أو التنسيق العسكري بشكل أو بآخر بين دولتين مثل العراق والأردن، هل تعتقد أنه ربما يؤدي إلى تخوفات إسرائيلية من تصعيد هذا التنسيق العسكري أو من تحويل هذا التنسيق العسكري بشكل أو بآخر؟ نحن نعرف موقف إسرائيل من القوة العراقية المنتظر تطويره بعد في المستقبل. بالتأكيد الكل يدرك تماما بأن إسرائيل تسعى دائما إلى تقوية الخلافات العربية ما بين الدول. إسرائيل دائما تنظر بعداء إلى أي حال من اللحمة ومن العلاقات الوطيدة التي تجمع الدول العربية. لذلك أنا باعتقادي الحديث عن قوة عسكرية مشتركة، تعاون عسكري مشترك ما بين الثلاثي المملكة الأردنية الهاشمية العراق مصر، هذا بالتأكيد سيرعب الكيان الإسرائيلي. لماذا؟ لأن إسرائيل دائما هي مع الفرقة العربية ليس مع الوحدة العربية، لأن ترى الكيان الإسرائيلي يرى بأن قوتهم في الفرقة ما بين الدول العربية. الآن أنا باعتقادي المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون ما بين القوات الأردنية، القوات العراقية، القوات المصرية، ونحن نعلم بأن هناك علاقة استراتيجية ما بين تربط المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، وهناك علاقة أيضا الأردن هو عمق العراق والعراق عمق للأردن، وبالتالي لابد من تعزيز التعاون في مختلف أشكاله. الآن التعاون العسكري صمام أمان للتعاون الاقتصادي، التعاون بالمجالات الأخرى، لا سيما في ظل وجود تنظيم داعش الإرهابي على الأرض العراقية، وبالتالي لابد أن يكون تعاون ما بين القوات العسكرية على كافة الصعيد على صعيد
الثلاث دول يعني متكامله. ايضا نحن نعلم بانه ايضا هناك جهود تقوم بها جمهوريه مصر العربيه والقوات المسلحه المصريه على صعيد مكافحه ومجابهه التنظيمات الارهابيه. واللي الكل يعلم بانه الاردن كان ايضا من الدول السباقه التي حذرت من تنظيم داعش الارهابي، والتي قامت بالتصدي لمحاولات عديده اراد يعني كان يريد فيها تنظيم داعش الارهابي، استهدأت الامن الاردني وكان هناك عمليات للانقضاض على عصابات داعش تنظيم داعش الارهابي. هذا كله بالمجمل التعاون العسكري الاردني العراقي المصري من شانه ان يعني ان يرعب الكيان الاسرائيلي المحتل، من شانه ان يشكل صمام امان بالمنطقه للدول العربيه بشكل عام، لا سيما وان ونحن نعلم بان كيف تتسم العلاقات الاردنيه العراقيه والعلاقات الاردنيه المصريه ايضا من قوه ومن عروه. هذا من شانه ان يوطد امن واستقرار المنطقه. شكرا جزيلا دكتور صلاح العبادي الكاتب والمحلل السياسي، كان معنا من الأردن معلقا على الاتفاق من حيث المبدأ بين بغداد وعمان حول تشكيل لجنة أمنية مشتركة لضبط الحدود بين البلدين.